بالخير والبركة. واليوم نتقرب من الله ومزيد من الطاعة ومزيد من العطاء، وأي حاجة كنتمناوها يا ربي ومزيد من التألق في أي واحد عنده شي مسيرة فنية ولا مسيرة مهنية ولا مسيرة في حياته الشخصية، يعني كنتمناو ليه التوفيق وأي حاجة كيتمناها يا ربي. هذا ممكن شي كلمة نصيحة شي كلمة من عندك؟ ممكن نتمنى لكم التوفيق في حياتكم كاملة باش ما تمنيتو ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله تزيد عائلتنا تكبر في القناه ونزيدو القدام علاش لا. وشوفوا احنا بالنسبه لنا ماشي كنحتفلوا بذكرى المولد النبوي حيت كيقول لك الاحتفال بها يعني ما كاينش غير بدعه ولا غير تقاليد ولا شي حاجه، ولكن احنا الشعب المغربي كنحتاج واحد بحال قلت خاصنا غير السبه بحال النوت خاصهم السبه ماشي شي حوايج ليا، احنا خاصنا السبه باش نحيو واحد التقاليد واحد اللباس تقليدي واحد النهار اللي هو شويه مختلف على الايام الاخرين، وفي نفس الوقت هكا حتى الدراري الصغار انهم يتحفزوا ويعني يفرحوا ويعرفوا الثقافه ويعرفوا التاريخ ديال الاسلام والتاريخ ديال الرسل والانبياء. بالنسبه لسيليا دار لهم واحد الاحتفال في المدرسه وشرحوا لهم بزاف ديال الامور، وغنحط لكم واحد امتيت فيديو صباح الخير سيليا. بونجور سيليا، اليوم عندها حني ولا لا في ليكول؟ وي دايره الصباغه ديال التفرين، قالت لك جيبي لي هذه. يلا بغا فيرني، وجبت جبت لها بابا هذه، قالت له نوض جيب لي هذه باش نشف التفرين ديالي. وهي كتنشف التفرين، صايبت لها هنايا، درت لها هذا اللون هذا حيت غيجي مع القفطان، درت لها مونتخ مو لي زونغل. اوكا بلاتي بلاتي واخا نشوف. هاي 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 عاوتاني وكتفرج الطابليت وغتفطر دابا. شو ولا لا نمشيو حني ولا لا؟ باي باي. ها شو ولا لا؟ باي باي. نمشيو حني ولا لا؟ باي باي. داك غندير بنتي غوجا ليف الصاز والليبه، ما تضحكوش على الليبه راح يضرب على البرد. شوف الصاز يا بنتي، تقول لكم لا برانسيس. برافو غادي ليكول قفيطينا بلي تلبس سيليا. سيليا
شوفي شنو درت لها لا ميتريس، خشيت ليها هذا في الليبه هنايا باش نجمع ليها هاد اللعيبه هادي في القفطان باش كيجي بلاتي نوريك. المهم هنايا باش يجي هكا مجموع كيجي بحال خياطو هكاك. انا راه هنايا دايره واحد لاستيك تغنسي ليا تغن تغن، كيجي مجموع من الكريشه باش ما يجيش برافو باش ما يجيش مفخفخ. شو السلسله درتها لك بلاتي؟ السلسله ديالي درتها لا شو شحال شيطلع هنايا. اللي تصي تو ايشو جوسا القفطان ديال سيليا درت لي واحد لاستيس باش ما يبقاش مفخفخ هكا، حيت كندير لها الحزام ومنين كيهبط لها الحزام كيهبط حتى لهنا كيجي داير كحا شويه اللور عادي باش يبان، كيجي داير القفطان بحال هكا ما تيعجبنيش، تيجي بحال ديال الكميشه. درت لها هنا واحد لاستيس. هنايا كاينه واحد الحاجه هيا شفتوهم هنايا راه دايره انا غلاقه ها هي غلاقه درت لها بحال هكا هانتوما، درت الغلاقه شفتو درت الغلاقه ديال الكوفيتير درت ليها البانطا بحال هكا باش جا مجموعه هكاك، وتا واحد ما عارف شنو من الداخل ديالو. فوالا الغلاقه راه درتها من برا والحزمه درتها من الداخل ها هي باش جا مجموع القفطان بحال دايره ليه بروش، وفي نفس الوقت ما تخشى فيها ما والو، ماشي شي بروش اللي يتكها ولا شي حاجه غلاقه. والبانطا ضحك مهم. اخيرا هذه هي اللبسه ديال سيليا ديال العيد، خدينا لها كسيوه بحال هكا شويه الثوب ديالها ما هو غليظ ما هو رقيق، ولكن عندها هاد البوليرو هذا باش لك البرد لبسها عليه هذا. وخلاص انا غنلبسها لها مع بودي، صراحه هذه راه ديال 6 سنين خديتها لها وافيه وجاتها هي هذيك، حيت هما نورمالمون كيتلبسوا قصار فوق من الركبه، وانا كتعجبني كسيوه تكون هابطه باش تبقى ليها. انا معلقها لكم هنايا في الاكواريوم باش تشوفوها غزاله الصراحه كتحمق. هاد البوليرو هذا راه ملبس غزيول بحال هكا. الحني ولا لا؟ انا ويسو لبسو. هانتوما انا وسيليا راه جالسين في الطوموبيل كنتسناو بابا يخرج من الخدمه، درت لها حني ولا لا؟ درت لها حنينه، درت لها داك السكوت شريناه. هانتوما باقي كلشي حدايا هنا، الحنه خديت هذيك ديال البومادا هي هي اللي درت ليها دابا، هذيك ديال الكورني صافي نخليها واحد ميم با 3 دقائق وغنمسحها عليها ونسيب لها ليدي تدخل وحنا كنتسناو بابا نستغلوا الوقت. تي كونتانت وي 11 وثلث ديال الليل غيصبح الحال تكرى المولد النبوي. مسكينه واحد البنت صديقه ديالي صراحه ما كنعرفهاش شخصيا، بيناتنا غير سلوكاش خلاها هذاك، وصيفطات ليا مسكينه هي متابعه ديالي في التيك توك، صيفطات ليا مسكينه الكعك مسفيوي راه حلينا باش ما نكذبش عليكم، حلينا وعطينا انا وعادل غزال مصايب بالقوام غزال داكشي. شوفوا 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 مزيوق مصايب داكشي بالقوام صراحه حمقنا زوين بزاف، الله يعطيها الصحه وشكرا ليها بزاف.